كنت بقرا كتير عن مدونات ومذكرات لناس مروا بده والاوجاع بالظبط بتحصل فين والوجع النفسي والوجع الجسماني وخطورة ده وفكرة انه دي حاجة بتتعمل تحت بير السلم فعلا فعلا تحت بير السلم وحاجة بيجرمها قانون فما فيش طبعا يعني مستشفيات رسمية ممكن تعمل حاجة زي كده فقد ايه ما فيش طبعا اسعافات اولية ودي ممكن تبقى لان ده جريمة فممكن لو حصل نزيف فعلا بيرموا الست في اقرب خرابة وده حصل فعلا في الشخصية كان صعب قوي وترميت في خرابة حقيقية ترميت في خرابة حقيقية في طنطا بس يعني اكل عيش مر عشان بص عشان انا او سي دي ومناخيري حساسه جدا والروائح ممكن تقتلني يعني لو انا بحب النظافه جدا وحب الاماكن بحب اعقم كل حاجه حتى من قبل الكورونا وانا شخص يعني بيعقم كل حاجه فان انا اترمي بجد في خرابه انا كنت غضبانه غضب وزعلانه زعل وما كانش في وقت ان احنا حتى نعملها بشكل حتى يعني حط شويه رمله وشويه زباله عارفين اولها من اخرها لا لا احنا اترميت في خرابه خرابه عشان واقعيه شفتي بقى الواقعيه ودتنا لفين مش هم بني ادمين ومش هم موجودين في حياتنا طب يعني ما نظهرهم يعني ما ده نمط موجود ما احنا مش بنخترعه يعني ما تقدريش تقولي ان النمط ده مش موجود ده جزء من المجتمع ده مش كل مجتمع ده يعني ده شريحة موجودة ما نحكي وايه الحدوتة بتقول كده طب ما نتكلم عنها فلا انا حاسة انه يعني وبعدين الفن أذواق ممكن انت تكوني تحبي تتفرجي على العالم الشعبي في حد تاني بيحب يتفرج على تاريخي على اجتماعي رومانسي في انواط كتير على الرعب الفن أذواق وفي جمهور كتير فمش هينفع نحصر مواضيع في حته واحده بس